طاجاري حسكينة. أنا من الحسكة، ما عنا كهرباء ولا مي، وضعنا مو منيح. أمي ما بتخليني أطلع ألعب مع رفقاتي. سكاكي بازارو كابليزو. هنالك نقطة مهمة جدا، ألا وهي الغسيل والتعقيم. ففي مدينة الحسكة كنا نعاني كثيرا من مشكلة المياه غير المتوفرة، ليس فقط مياه الشرب وإنما حتى مياه الغسيل. فقد حاولت بعض الجهات المدنية حفر الآبار، إلا أن مياه المنطقة طعمها مر وشدة درجة مرارتها حال دون استخدامها. أزري ناز بلدي حسكة. أنا من الحسكة، ما عنا كهرباء ولا مي، خلونا نعيش طفولتنا، عطونا كهرباء ومي. هذه أصوات من الحسكة، المدينة السورية التي يعيش أبناؤها بلا ماء. ما عنا كهرباء ومي، أمنا ما بتخلينا نطلع نلعب مع الأطفال. السبب الأساسي يعود إلى إيقاف محطة علوك في 13 من آب أغسطس الجاري، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها قطع المياه عن الحسكة، فقد تكرر انقطاع مياه الشرب عنها مرات عدة، لكن المرة الأخيرة التي نتحدث عنها طالت مدتها، واضطر الأهالي في كل مرة أن يدفعوا مبالغ فوق طاقتهم لشراء المياه التي يتم نقلها بالصهاريج. تتغذى الحسكة وبعض أريافها بشكل أساسي من محطة مياه تضم 30 بئراً في نقطة علوك في ريف منطقة رأس العين، وهي تستثمر منذ عام 2013 وتستمد الطاقة اللازمة لعملها من الكهرباء التي تستجر بدورها من المحطة الكهرومائية على سد تشرين التابع لمحافظة حلب على بعد 90 كيلومتر. روسيا تشرف وتسيطر على سد تشرين التابع لمحافظة حلب، وهو الذي يزود الكهرباء لرأس العين. تركيا تشرف وتسيطر على طول المنطقة الحدودية القريبة من رأس العين وريف الحسكة، بالإضافة لمنابع الأنهار من أراضيها. تم قطع تزويد الكهرباء من سد الفرات عن رأس العين، وبالتالي انقطع تزويد المياه من محطة رأس العين عن الحسكة وريفها بما فيها مدينة رأس العين، بالإضافة إلى انقطاع تزويد الكهرباء. هذا الابتزاز، ورقة الابتزاز، تتمحور بإيقاف الضخ من محطة مياه علوك التي تقع في ريف مدينة رأس العين المحتلة من قبل الاحتلال التركي، وتعتبر هذه المضخة هي المصدر الوحيد الذي يغذي الحسكة وريفها الغربي بمياه الشرب. طبعا هذه المحطة تحوي قرابة 30 بئرا وعشر مضخات. منذ 10 أيام طبعا تقوم قوات الاحتلال ومرتزقتها بقطع المياه وإيقاف الضخ عن أهالي مدينة الحسكة. طبعا هي المرة 13 التي يقطع فيها الاحتلال التركي المياه عن الحسكة وريفها الغربي. هناك مفاوضات بين الجانبين التركي والروسي حول هذا الموضوع، وتقول معلومات أولية من أهالي البلد المطلعين أن الروس يعملون على تأجيل هذا الاتفاق منذ شهر ونصف، وهو تزويد الكهرباء من سد تشرين الأقرب إلى حلب إلى محطة المياه في رأس العين جهة الحسكة، رغم الوعود الروسية لتركيا بتزويد الكهرباء لرأس العين. يعد سد تشرين ذو أهمية استراتيجية ضمن قطاع الطاقة الكهربائية وأيضاً قطاع المياه، وهو مصدر مهم وأساسي بالإضافة للماء لتزويد الطاقة الكهربائية في محافظة حلب. اليوم المزاودات وأيضا الرهان بين الكهرباء والمياه هي ورقة ضغط جديدة تستعملها قوات الاحتلال التركي في محافظة الحسكة. إن شاء الله اليوم دعوات الأهالي هي والمناشدات الدولية بتحييد محطة آبار علوك عن النزاع السياسي والعسكري في المنطقة لتجنب كارثة إنسانية في ظل انتشار جائحة كورونا في المحافظة والعالم بشكل عام. محطة علوك التي تقع شرق رأس العين تشكل المصدر الوحيد للمياه لحوالي 1,000,000 شخص، بمن فيهم سكان مخيمات الهول، العريشة ومخيم وشوكاني. استمر انقطاع المياه عن الحسكة لأكثر من 23 يوماً بعد إعلان الإدارة الذاتية دخول مشروع محطة الحمى البديلة الخدمة أمس، إلا أن عدم قدرة المحطة الجديدة على تلبية احتياجات هؤلاء السكان بشكل كامل يعني استحالة الاستغناء عن محطة علوك. السلام عليكم، أنا أم يوسف من محافظة الحسكة. بدي أحكي لكم عن مشكلة المي، صرنا أكثر من 20 يوم ما عنا مي للشرب.
عم ندور هون وندور هون ما في، حتى للبيع كمان ما في. عم نغسل بالمي المالحة، عم نغسل تياب، عم نشطف، عم نجلي، وما عنا ولا نقطة مي للشرب. تصوروا محافظة كاملة بأكثر ما فيها نقطة مي. هاي بالنسبة للمي. أما بالنسبة للدواء، عم ندور من صيدلية لصيدلية حتى نلاقي علبة دواء، ويا دوب بزور نلاقي، وإذا نلاقي كمان السعر رح يكون دبل أو ثلاث أضعاف السعر الحقيقي. طيب وين الإنسانية؟ مدينة تتوسط نهري دجلة والفرات، ويمر منها نهر الخابور، وتعاني العطش منذ أكثر من 3 أسابيع في هذا الصيف الحارق. ويعاني سكانها البالغ عددهم أكثر من 1,000,000 نسمة، بالإضافة إلى آلاف النازحين القاطنين فيها والفارين من تركيا وفصائلها المسلحة، يعانون من العطش. كل هذا في ظل انتشار جائحة كورونا وحاجة السكان إلى المياه للتنظيف والتعقيم. مرحبا، نظيمة جوارة جباجاري حسكيمة شخواز نخشيا كورونا كتبو وكيل سبيك متشوال خدر. مرحبا، أنا دجوار من مدينة الحسكة، أصبت بفيروس كورونا. في البداية عرفت أنني مصاب عندما شعرت بالخمول والثقل في جسمي، ووجع في الرأس، وارتفاع حرارة الجسم بشكل يختلف عن أعراض الرشح أو الجريب المعتاد، إنما أقوى نوعا ما. في 3 أيام الأولى تواصلت مع الهلال الأحمر، وبعد الفحص تبين فعلا أنني مصاب، فحجرت على نفسي والتزمت ألا أخالط الناس. أكثرت من السوائل وفيتامين سي والمسكنات، ولكن أريد أن أنوه إلى أن هذا الفيروس يهاجم مكان الضعف في الجسم، فأنا كنت أعاني من التهاب القصبات سابقا وآلام في الظهر، لذا كان كامل الوجع يتركز في هاتين المنطقتين. وبعد أسبوع تغيرت الأعراض وخف الألم، ولكن بقيت حاسة الذوق والشم لليوم العاشر ولم أشعر بهما. ولكن هنالك نقطة مهمة جدا، ألا وهي الغسيل والتعقيم. ففي مدينة الحسكة كنا نعاني كثيرا من مشكلة المياه غير المتوفرة، ليس فقط مياه الشرب وإنما حتى مياه الغسيل. فقد حاولت بعض الجهات المدنية حفر الآبار، إلا أن مياه المنطقة طعمها مر وشدة درجة مرارتها حال دون استخدامها. وبعد مفاوضات وصلت المياه إلى الحسكة عبر مشروع عنفات حمى، لكن تشغيل هذه العنفات كما ذكرنا وكما قال لنا الأهالي لم يزد عن 10% من مقدراتها. الحديث اليوم عن بعض الحلول البديلة، غزارة البئر الواحد من الآبار الستة التي يتحدثون عنها، وهي مناهل دعينا نقول وليست آبار، هي 15 متر مكعب بالساعة، بينما غزارة البئر الواحد في محطة علوك هي 200 متر مكعب في الساعة. إذن لا بديل عن مياه علوك. الوطأ الناجم عن هذه الجريمة لا يحتمل، ولا سيما في ظل المناخ الحار وخطر انتشار جائحة كورونا. وعليه حصلنا على عدة أصوات من الأهالي الذين أصيبوا بفيروس كورونا. نافي مزوزانة جباجاري حسكيمة. طبعاً جبو فيروس كورونا أم جيوك باجاري حسكي. أنا زوزان من مدينة الحسكة. انتشر فيروس كورونا في المدينة وأصابني، وما زلت مصابة، لكن ليس كما يشاع عنه، لأن المخاوف منه أكبر، وهذا يؤثر على الحالة النفسية التي تلعب دوراً كبيراً. أنا مصابة منذ 10 أيام. الوجع كان نكزات أو هجمات. أخذت المسكنات والعصائر، ولكن نحن بالحسكة أكثر من 20 يوماً بلا ماء. يمكن القول أن انقطاع المياه كان السبب الرئيسي لانتشار الفيروس، لأن كل تعليمات الوقاية منه تقول بضرورة الالتزام بالغسيل، ونحن لم يكن لدينا مياه حتى للشرب. وهذا صوت آخر. أنا جملتي خرد بيشن برقو بارستنا خوش كورونا بكن، يعني نقلك زحمة تجي. أما أنا مصابة بكورونا، وأتمنى من كل العالم أن يحموا أنفسهم قدر الإمكان. عليهم أن لا يخالطوا الناس ويلتزموا بلبس الكمامات والكفوف. صحيح أن الأمر ليس بهذه الصعوبة، لكن هناك الكثير من الناس لديها أمراض مزمنة، وهناك كبار بالعمر. لذلك التزم في بيتك لتحمي نفسك وتحمي كبارك. وسنستمع أيضا إلى أبو ألان. أز بابي ألانج حسكيمة، أز
أذكى شخص كورونا نكت أمي، بس يعني قلك أظن. أبو ألان من الحسكة يقول أنه لم يصب بكورونا ولا يعرف الكثير من المصابين، ويخبرنا أن السبب الرئيسي لانتشار كورونا بشكل كبير هو انقطاع مياه علوك من رأس العين عن المدينة، واللي سببها الدولة التركية. يقول أيضاً أن الكثير من الناس أجبروا على حفر الآبار، والتي كانت تكلف أكثر من 300 دولار في هذه الظروف الصعبة والغلاء الفاحش حتى ينقذوا أهلهم وأنفسهم، لكن مياه الحسكة مالحة ودرجة المرارة فيها عالية جداً، لا تصلح للشرب ولا للغسل، ولذلك كانوا يضطرون إلى شراء المياه إذا لم تصلهم سهاريج المياه المجانية. يضيف أيضاً أبو ألان أنه منذ السنة الماضية في الشهر العاشر وبعد احتلال تركيا لرأس العين، وهم يعانون من أزمة المياه، وهو يعيش على أمل لأنهم وعدوهم أن يحفروا آبار في منطقة حما وعددها 10 آبار من أصل 20 بئر، وبذلك يقول بأن المياه سوف تصلهم دون انقطاع. أحلام من الحسكة. أز أحلامي أج بلدي حسكة أبي. تقول أحلام أنه منذ بداية فصل الصيف وهم يعانون من انقطاع الكهرباء والمياه، وأطفالهم يمرضون من الحرارة ولا وجود لمواد غذائية، وهي هنا تتحدث فقط عن أساسيات الحياة. وتؤكد أحلام أنها لا يهمها إلا أطفالها، فهي تعيش في ظروف صعبة جدا. حياتها ما قال لك صعبة. حالي من لجبة نهدح صار حرب وبسرد يجي. هذه السيدة الكبيرة في العمر تقول كيف سيكون حالهم بعد 10 سنين من الحرب، وفوق كل ذلك أبسط مقومات الحياة أي المياه هم محرومون منها، يعني حرب وفقر ومرض، ثم تشكي من هذا الكورونا والذي إذا مرض أحدهم به ما بيسترجي ياخذ أولاده على المشفى، وأيضاً لا وجود للأدوية في تلك المشافي. تؤكد أن الشعب ضايج وتطلب أن يتركوهم بحالهم، وتسأل وين رح نروح وشو منعمل. ما لو كاذبين شي يعني، قالت شبكين قالت شنكين، ما غلا وحرب وفي صار لازا صار مبهدلين. دخيلك شو أحكي لا أحكي، غلاء وحرب ومرض، هكذا تقول هذه السيدة. حرموا من الدراسة وجاء كورونا مع قلة المياه. تصوروا، تقول أنه إذا بصحلنا كل 10 أيام نتحمم بالصيف نعمة، وتسأل عن هؤلاء الأطفال كيف تمنعهم عن اللعب، ثم ستتسخ ثيابهم التي مرة في الشهر فقط حتى يمكنهم غسلها. تؤكد أن مياه الشرب قليلة وإن وجدت فلا تكون نظيفة، وحتى أن أغلبهم مرضى بسبب هذه المياه. دخلك بالصيف مين بيقدر ما يتحمم؟ هكذا تقول، وتؤكد أنهم يحرسون المياه حتى لا يستعملها الأطفال فتتسخ، ثم تختم ب الله يطفي هالنار وينقذنا من هالأزمات. الأحياء الأكثر تضرراً هي حي الصالحية، العزيزية، الغزل، المفتي، الطلائع، والخشمان. فما هي مطالب الأهالي؟ اليوم المطالب هي تحييد مياه الشرب عن الحرب العسكرية والسياسية أو أي جانب آخر. هذا هو مصدر حياة لأهالي الحسكة، ولا هناك مصدر، ربما هناك بعض المصادر البديلة أو الإسعافية. طبعا الحكومة السورية اليوم سيرت بعض السهاريج، هو حل إسعافي ولن يروي عطش الحسكة ولا يفي بالغرض. طبعا هناك أيضا حملات أطلقت ورفع أهالي الحسكة هاشتاجات عديدة وكان لها صدى مدوي على مستوى سوريا وأيضا العالمي، أيضا مثل الحسكة عطشة والعطش يخنق الحسكة. ولكن اليوم السؤال هو أين المنظمات الدولية التي تعمل في الشأن الإنساني في الحسكة؟ هذا بالفعل هذا سؤال يتراود اليوم في بال كل وأذهان كل أهالي الحسكة. أين هي تلك المنظمات التي دائما ما كانت تقول أنها بجانب الجانب الإنساني في الحسكة، وهذا الأمر لا نشاهده اليوم أبدا، وهي تتهرب من هذه المسؤولية دعينا نقول. طبعا اليوم
اليوم الحديث أيضا عن هذا الوباء بحد ذاته. اليوم يهدد محافظة الحسكة بشكل عام، والأعداد تتزايد بالأعداد الرسمية المصرحة من قبل وزارة الصحة، وهذا أيضا يشكل تحدي جديد لمحافظة الحسكة. واليوم أيضا تفرض الإدارة الذاتية حظر تجوال في مناطق سيطرتها، وهذا أيضا يعكس على الجانب الاقتصادي الذي يعيشه أهالي محافظة الحسكة. طبعا هذا يتطلب اليوم تدخل، دعونا نقول، بالمجلس الأمن أو المنظمات العالمية أو المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون الإنسان بداية، وصولا للجانب والضغط على جانب الاحتلال التركي لتحييد مياه الشرب تجنبا من كارثة إنسانية لا سمح الله محتملة في محافظة الحسكة. هذه هي الصورة بشكل عام في محافظة الحسكة. هيلين عثمان صاحبة تجمع على الفيسبوك، أو كما نقول عنه جروب، اسمه جميلات روجافا، يضم عدداً كبيراً من السيدات يعملن في الخدمة الاجتماعية ومساعدة الأهالي، كانوا شركاء في توفير المياه لأهالي الحسكة في فترة الانقطاع تلك. ستحدثنا هيلين عن هذا النشاط. أول شيء نحن من الشمال السوري، منطقة الشمال السورية من زمان منطقة مو مخدمة، فيها الخدمات الصحية كتير سيئة، فأجد ظروف الحرب والقصف واللي صار بسوريا عموما أثرت كتير على هذا المكان من سوريا، هاي البقعة من سوريا. بصراحة من وقت انتشار كورونا والعالم خايفة كتير، لأنه انتشار المرض رح يكون كارثة إنسانية بسبب فقر المنطقة، بسبب الإمكانات القليلة هون. فنحن هون بجروب جميلات روجافا، وهو جروب نسائي فيه أكثر من 67,000 سيدة وصبية من داخل سوريا ومن الخارج. صرنا 4 سنين عم نشتغل نحن على المساعدات. بصراحة لما انتشر مرض كورونا ركزنا كتير على الوعي الذاتي. قلنا بالبداية كل شخص لما يبلش من حاله بتخف كتير هاي الأزمة. بلشنا لما انتشر المرض بالدول المجاورة، بلشنا بتوزيع المعقمات الماسكات. بعدها انتقلنا لمرحلة الحظر. مرحلة الحظر كانت هي الأصعب طبعا بالنسبة لكتير من العوائل والأهالي اللي بيعانوا كتير من الفقر، اعتمادهم على اليومية، على العمل اليومي. خصصنا نحن بجروب جميلات روجافا سلات غذائية لهدول العوائل. بعدها رجع فك الحظر، رجعنا عملنا حول حملات توعية خصوصي بأيام العيد. كنا نوزع للأطفال عيديات بالونات كلها مغلفة ببروشورات، كلها مغلفة بطرق الوقاية من المرض، كانت توعوية بحتة. بعد كمان ما طبق الحظر عملنا 3 حملات كانت لتوزيع المبالغ المادية الكاش كمان للأهالي اللي وضعهم المادي سيء، اللي ما عندهم معين، كمان وزعنا مبالغ مادية. أجت بعدها هلا أزمة مدينة الحسكة واللي فيها أكثر من 1,000,000 شخص. مليون شخص بيعاني بهالحرارة المرتفعة من قلة المي، ولا انعدامها ممكن نحكي فيها، انعدام المي، الحرارة المرتفعة، انتشار المرض اللي المرض أساس يعني أساسه بيطلب منك نظافة ومي وشغل. طبعا ما في مي. حبينا نحن كجروب جميلات روجافا أول شيء حفرنا بير بأحد المناطق الفقيرة. صرنا 2 يوم بلشنا بمبادرة جديدة توزيع مياه الشرب، مياه البقين الشرب. غطينا أكثر من 100 عائلة والمبادرة مستمرة إن شاء الله بالأيام الجاية. حاطين بالنا نغطي أكثر من 300-400 عائلة بمدينة الحسكة. قبل أن أختم هذه الحلقة، أرغب في توجيه شكر كبير للزميلة الصحفية بريفيان خليل ريشك، صاحبة الفضل في حصولنا على أغلب الأصوات التي استمعتم إليها في هذه الحلقة. وهناك المزيد من الأصوات ستستمعون إليها تباعاً من خلال راديو الآن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. حلقة اليوم انتهت، شكراً لكم لحسن الاستماع. شاركت في الإعداد بريفيان خليل رشك، وكنت معكم في التقديم براء صليبي. إلى اللقاء.